تعالوا بقى نروح على اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي وفروعه المختلفه وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه ساره حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا ساره، اتفضلي سامعينا. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان طبعا انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني طبعا ابتدي معاكم في البدايه بالفريق الاول لكره القدم طبعا تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، ويمكن بعد راحه لمده 3 ايام راحه سلبيه منحها مستر بيتسو موسيماني لكل لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده الفريق الاول هيرجع ويستأنف تدريباته مره اخرى على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون الساعه 3 والتدريب هيكون الساعه 4، وده طبعا يعني هيكون في اطار البرنامج المحطوط لجميع لاعبي النادي الاهلي استعدادا للمرحله والفتره المقبله ان شاء الله، واللي هتشهد يعني مباراة الذهاب أمام بطل النايجر نادي أو فريق حرس الوطني، واللي إن شاء الله النادي الأهلي هيواجهه يعني في الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 16 من الشهر الجاري. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لأخبار جميع الفرق الرياضية الأخرى، وهبتدي بالفريق الأول لكرة السلة رجال، واللي حاليا متواجدين يعني في مدينة الإسكندرية في معسكر مغلق استعدادا أو يعني إن هم عشان طبعا يشاركوا في جميع المباريات في البطولة العربية لكرة السلة رجال. ويعني يمكن بعد المباراة الماضية أو أول مباراة يعني لفريق النادي الأهلي في دور المجموعات من البطولة العربية واللي كانت امام نادي الشعب حضرموت اليمني، وفاز فيها النادي الاهلي يعني على نادي الشعب حضرموت بنتيجه 124-69، ودي كانت اول يعني مباراه للنادي الاهلي في دور المجموعات. طبعا خليني افكر الساده المشاهدين، النادي الاهلي يعني في المجموعه الثالثه في البطوله، طبعا في البطوله العربيه في نسختها ال 33 يعني اللي هتبتدي او اللي ابتدت يعني يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي، واللي هتنتهي ان شاء الله يوم 9 من الشهر الجاري. كمان النهارده يعني ان شاء الله رجال السله عندهم المباراه الثانيه في الدور المجموعات مع نادي الوداد الجزائري، واللي هتقام ان شاء الله في تمام الساعه 7 مساء، وعلى نفس الصاله طبعا اللي بتمر عليها دايما لاعبي نادي الاهلي طوال البطوله، صاله الاتحاد السكندري. كمان بكرة إن شاء الله عندهم مباراة مع نادي الفتح السعودي، ولكن هتكون في تمام الساعة 5 مساء وعلى نفس الصالة، صالة الاتحاد السكندري في البطولة العربية. ده بالنسبة لي يعني المباريات للفريق الأول لكرة السلة رجال. كمان خليني أكلمكم شوية عن مباراة الشعب حضرموت، المباراة الأولى للنادي الأهلي في البطولة العربية، ويمكن كان يعني دمان أوف ذا ماتش أو رجل المباراة أعلى النقاط كان إيهاب أمين نجم النادي الأهلي، سجل 17 نقطة، وكان يليه طبعا المحترف مايكل توماسون واللي سجل 13 نقطة. كمان مستر أجاستي بوش المدير الفني لفريق الأول لكرة السلة رجال كان حريص على أن هو يشارك المحترف الجديد مايكل فاكوادي، واللي يمكن شفناه في المباراة شارك يعني معظم الوقت فترة كبيرة في المباراة في الأربع أشواط طبعا عشان اللعيب يعني ينسجم مع الفريق، وان هو يعني يقدر انه الفتره اللي جايه او ان شاء الله النادي الاهلي بعد ما يتاهل للدور الثمانيه من البطوله يكون متواجد مع الفريق، وطبعا يعني يفيد الفريق بكل خدماته وبادائه المتميز طوال المباراه. ده بالنسبه لفريق الاول لكره السله. خليني بقى اروح لفريق الاول لكره اليد رجال، وتحت قياده طبعا الكابتن طارق محروس، واللي كان عندهم يعني مباراه يوم الخميس الماضي مع نادي المعادي واللي انتهت بفوز النادي الاهلي ب 33-21. رجال اليد ان شاء الله يعني هيواصلوا تدريباتهم طوال الاسبوع بشكل طبيعي لحد يوم الخميس عشان عندهم يعني مباراه ان شاء الله هيواجهوا فيها نادي الحوار يوم الخميس القادم في تمام الساعه 8 مساء على استاد المنصوره. ده بالنسبه للفريق الاول. وكمان هيكون في مباراة في نفس اليوم للفريق المرتبط 2004، ولكن هتكون في تمام الساعة 6 مساء قبل مباراة الفريق الأول بساعتين. كمان سيدات اليد امبارح فازوا يعني في اطار منافسات بطوله الدوري على نادي مركز شباب شتت الانعام بنتيجه 38 مقابل يعني هدف واحد لفريق او لمركز شباب شتت الانعام، وده كان المباراه دي كانت امبارح، وان شاء الله يعني لاعبات النادي الاهلي هيواصلوا تدريبات ايضا بشكل طبيعي استعدادا للمرحله المقبله ولجميع المباريات في بطوله الدوري.
استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان الفريق الاول لكره الطايره رجال تحت قياده طبعا كابتن ميدو مسلحي يوم الجمعه الماضيه كان عندهم مباراه وديه مع نادي الاتحاد وانتهت بفوز نادي الاهلي بنتيجه 3-1، 3 شوط مقابل شوط للنادي الاهلي. يمكن خليني اقول لك طبعا يعني هوند اقول لك يا كريم انه كابتن ميدو مسلحي كان حريص على انه يعني الفتره دي يخوض العديد من التجارب والمباريات الوديه عشان طبعا يعني جميع لاعبي النادي الاهلي يستعدوا بشكل قوي للخوض المباريات في الموسم الجديد طبعا لما الاتحاد المصري لكره الطايره ان شاء الله يحدد موعد انطلاق بطوله الدوري. فيعني حاليا الفريق هيخوض العديد من المباريات الوديه يعني يستأنف او هيواصل تدريباته بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. يعني طبعا يا كريم وان هوند كانت كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك طبعا يا كريم، تفضل. شكرا ليك زميلتنا العزيزه ساره حامد، جزيل الشكر على هذه التغطيه.